مدام نادية دكتورة نهلة اللي قدمت لك صح؟ قدمتي امتى يا دكتورة نهلة كنتي قايلة لها ولا لا؟ لا، ما كنتش معرفاهم. ما عرفتيش. انا كنت قدمت في اول السنه، في اول يناير، وبس احتجت يعني ان انا يعني في بعض الاوراق كنت محتاجاها، فبدات اقول لها طب انا هقدم في شغل وهم عايزين حاجه زي القيد العائلي، انا مش هعرف اطلعها. عملتي عليها افلام يعني. يعني علشان هي تكون مفاجاه يعني. طبعا انا مصدقاها يعني. طب واتفاجئت امتى او عرفت بقى ان في يعني عرفت امتى انك قدمتي؟ الحقيقه انا كنت حاطه رقم تليفون من الارقام بتاعه التواصل اثناء التقديم يعني، فهي اللي تلقت المفاجاه يعني، هي اللي امتى عرفت بقى؟ قبلي كمان من امبارح. ايام من مكتب الوزير. امبارح. يعني عرفت برضه، لسه عارفه هي يعني. عرفتي امبارح. اتفاجئتي ولا كنت متوقعه او حاسه او شكيتي فيها لما كانت بتطلب منك الاوراق؟ لا خالص خالص، صدقتيها؟ طبعا اصل ما بيني وبينها يعني. كده تصدقيها يا مدام ناديه. طب يبقى خدتي المفاجاه مفاجاه لانك ما عندكيش اي توقع. لا لقيت مكتب الوزيره بيتصل بيا وقالت لي مدام ناديه، قلت لها ايوه، قالت لي انت طلعت الام المثاليه، قلت لها انت مين؟ حضرتك مين؟ قالت لي احنا من مكتب الوزيره. انت طلعت الاولى على محافظه الجيزه. الام المثاليه. فطبعا يعني كانت مفاجاه حلوه طبعا. اكيد.